شابتر 4 Applications of Differentiation تطبيقات التفاضل سيكشن 4.1 Maximum and Minimum Values القيم الكبرى والقيم الصغرى Absolute and Local Extreme Values Absolute يعني مطلقة Local يعني محلي Extreme Values يعني قيم قصوى القيم القصوى المطلقة لو تأملنا الرسمة رقم واحد we see that the highest point on the graph of the function f shown in figure 1 نلاحظ أنه أعلى نقطة في الرسمة البيانية للدالة f الموضحة في الرسمة رقم واحد is the point 3.5 أعلى نقطة عندنا هي النقطة 3.5 النقطة هذه 3.5 هي أعلى نقطة في الرسم In other words, بعبارة أخرى ثانية, the largest value of f is f3 equal 5. بعبارة أخرى, أكبر قيمة للدالة f هي قيمة الدالة عند 3. f3 تساوي 5. أكبر قيمة للدالة هي قيمة الدالة عند 3 وتساوي 5. Likewise, بالمثل, the smallest value, القيمة الصغرى, is f6 equal 2. أصغر قيمة, قيمة الدالة عند 6 وتساوي 2. هذه القيمة. We say that نقول إنه f3 equal 5 نقول إنه قيمة الدالة عند 3 تساوي 5 is the absolute maximum نقول عنها إنها كبرى مطلقة قيمة كبرى مطلقة للدالة f and f6 equal 2 وقيمة الدالة 6 قيمة الدالة f عند 6 تساوي 2 is the absolute minimum قيمة صغرى مطلقة absolute مطلقة minimum صغرى قيمة صغرى مطلقة in general بشكل عام we use the following definition استخدم التعريف التالي definition 1 let's see be a number in the domain D إذا كان عندنا C عدد داخل مجال الدالة F let's see be a number in the domain D of a function F لو كان C عندنا عدد داخل مجال الدالة F D then FC is قيمة الدالة f عند العدد c نقول انه absolute maximum value of f on d نقول عنها قيمة كبرى مطلقة قيمة كبرى مطلقة إذا كانت fc أكبر من يساوي fx for all x in d كانت أكبر قيمة قيمة الدالة f عند c أكبر قيمة في مجال الدالة d في مجال الدالة for all x in d أكبر قيمة أكبر من أي قيمة لأي عدد x داخل مجال الدالة تكون absolute minimum value قيمة صغرى مطلقة of f on d if f of c أقل من يساوي f of x for all x in d إذا كانت f قيمة الدالة f in c أقل من يساوي f of x for all x in d لكل x داخل مجال الدالة دي قيمة الدالة عند العدد c أقل من أي قيمة أخرى ثانية عندئذ تكون absolute minimum value إذا كانت أكبر من أي قيمة أخرى ثانية تكون absolute maximum إذا نلاحظ من الفيجر رقم واحد قيمة الدالة عند الثلاثة تساوي خمسة هذه أكبر قيمة لذلك هذه نقول عنها absolute maximum value وقيمة الدالة عند 6 تساوي 2 هي absolute minimum value قيمة صغرى مطلقة طيب لو تأملنا الرسمة رقم 2 figure 2 figure 2 shows the graph of a function f يوضح الرسمة البيانية دالة f with absolute maximum at d عند d عندي absolute maximum قيمة كبرى مطلقة and absolute minimum at A وقيمة صغرى مطلقة عند الA إذا عندي absolute maximum عند الD زي ما أنت ملاحظ الآن في الرسم وabsolute minimum وصغرى مطلقة عند الA أصغر قيمة عند الA وأكبر قيمة عند الD ذلك هذه نسميها
ابسولوت ماكسيمم، هذه ابسولوت مينيمم. نوت ذات، لاحظ انه دي واف اوف دي، النقطه دي واف اوف دي اللي هي هذه النقطه is the highest point in the graph، هي اعلى نقطه في الجراف. والنقطه A و F of A is the lowest point، هذه النقطه A و F وقيمه الداله F of A، A و F of A النقطه هذه ادنى نقطه، ادنى نقطه. طيب in figure 2 if we consider only values of x near b، اذا نظرنا واعتبرنا القيم للاكس بالقرب من العدد بي، هذا العدد بي نظرنا بداخل بالقرب من بي، ايش معنى بالقرب من بي؟ معناته بي يقع في open interval، داخل نطاق open interval، فتره مفتوحه تحتوي العدد بي، زي الفتره من A الى C. For instance على سبيل المثال if we restrict our attention to the interval AC، إذا أخذنا الفترة المفتوحة من A إلى C، إذا لما نقول values of x near B، قيم للx بالقرب من B، معناته إنه حناخذ open interval تحتوي العدد B، حول ال B تحتوي العدد B. على سبيل المثال لو أخذنا الفترة المفتوحة من A إلى C، حنلاحظ إنه f of B داخل هذه الفترة من A إلى C، يعني هذا الجزء لا من الرسم، ها هذا الجزء من الرسم، حنلاحظ انه f of b قيمة الدالة عند ال b is the largest of those values of f of x، اكبر قيمة من ال a الى c قيمة الدالة عند ال b ها is the largest of those value، اكبر قيمة f of x للدالة and is called a local maximum value of f، نسميها قيمة local maximum، كبرى محلية، لوكال محلية، داخل هذا النطاق قيمة الدالة عند B F of B is local maximum value، local maximum value قيمة عظمى أو كبرى محلية، قيمة عظمى أو كبرى محلية محلية. Likewise بالمثل F of C قيمة الدالة عند C، ها هذه النقطة is called a local minimum value of f، نسميها قيمة صغرى محلية، local minimum value محلية. ليه؟ لأنه f of c قيمة الدالة عند c أقل من يساوي f of x for all x near c، بكل x near c. على سبيل المثال لو أخذنا الفترة من b، الفترة مفتوحة من b إلى d، يعني C تقع داخل open interval تحتويها، على سبيل المثال الفترة مفتوحة من B إلى D، for instance the interval من B إلى D، إذن حتكون قيمة الدالة عند C F of C is local minimum value، قيمة صغرى محلية. The function F also، الدالة F also has a local minimum at E، لديها صغرى محليا، local minimum at e، عند العدد e لديها local minimum، لانه عندي open interval ها تحتوي العدد e، خذ على سبيل المثال من d الى ما بعد ال e، ها ما بعد ال e، هذه قيمه الداله عند ال e is a local minimum also، is a local minimum. اذا local minimum و local maximum تكون داخل open interval تحتوي هذا العدد، ولا يمكن ان تكون عند طرفي الفتره او طرف الجراف الرسم البياني، لا يمكن تكون على طرف الجراف الرسم البياني. لاحظ عند الاي هنا ابسولوت مينيمم، لا يمكن تكون لوكال مينيمم. قيمه الداله عند الدي ابسولوت ماكسيمم، وايضا هي لو نظرناها على اساس انها داخل الانترفال من سي الى اي حنجد انها لوكال ماكسيمم، ثنتين لوكال ماكسيمم، وهي في الحقيقه ابسولوت ماكسيمم، ابسولوت بالنظر الى كل الجراف، الابسولوت بالنظر الى كل الجراف، هذه قيمه الداله عندي عند الدي هي اعلى قيمه ممكنه، فهي قيمه كبرى مطلقه، لكنه بالنظر الى الاوبن انترفال على سبيل المثال من سي الى اي حنجد انها لوكال ماكسيمم، لوكال ماكسيمم.
عظمى أو كبرى مطلقة محلية. طيب إذا absolute minimum عند f of a, absolute maximum عند f of d. طيب local minimum عند f of c عند ال f of e, local maximum عند f of b وعند f of d. طيب definition 2, the number f of c is العدد f of c, نقول انه local maximum value of f قيمة كبرى محلية local محلية if f of c أكبر يساوي f of x when x is near c. x near c معناته انه ال c تقع داخل open interval في الفترة المفتوحة. طيب داخل هذه الفترة المفتوحة قيمة الدالة عند c أكبر من أو يساوي قيمة الدالة عند أي عدد داخل هذه الopen interval. local minimum value قيمة صغرى محلية of f of f of c أقل من يساوي f of x when x is near c. عندما تكون قيمة الدالة عند c أقل من يساوي قيمة الدالة f عند ال x when x is near c, بالقرب من c. لو تأملنا الرسمة رقم 3 نفس الفكرة. Definition 2, and elsewhere if we say that something is true near C, عندما نقول شيء صحيح بالقرب من C, we mean that it is true on some open interval containing C, نقول معناته أنه صحيح على فترة مفتوحة تحتوي العدد C. Thus local maximum or minimum cannot occur at end point. وبالتالي الكبرى المحلية والصغرى المحلية لا يمكن أن تكون عند طرفي الفترة end point. عند طرفي فترة لا يمكن أن يكون عندي كبرى محلية وصغرى محلية. طيب for instance in figure 3, على سبيل المثال في الرسمة رقم 3, we see that نرى أنه قيمة الدالة عند الأربعة f of 4 يساوي 5, قيمة الدالة عند الأربعة تساوي 5. هذه is a local minimum صغرى محلية because ليه؟ السبب it is the smallest value of f on the interval i, أصغر قيمة للدالة f داخل الفترة i. هذه الفترة i, لاحظ ال i, فترة i من 3 إلى 5 داخل الفترة i, قيمة الدالة f عند الأربعة تساوي 5, هذا أصغر قيمة ممكن, بالتالي صغرى محلية. It is not the absolute minimum, ليست الصغرى المطلقة لأنه في أصغر منها, قيمة الدالة عند 12 هنا أصغر منها. طيب if 12 is 3 is both a local minimum and the absolute minimum, قيمة الدالة عند 12, كم قيمة الدالة عند 12 تساوي 3, قيمة الدالة عند 12 تساوي 3, فهي أصغر من قيمة الدالة عند الأربعة اللي تساوي 5. إذا قيمة الدالة عند 12 تساوي 3 ممكن نعتبرها صغرى مطلقة absolute minimum and وبنفس الوضع local minimum صغرى محلية. ليه؟ لأنه أيضا تقع داخل open interval اللي هي open interval K, open interval K من 11 مفتوح إلى 13 مفتوح. similarly بالمثل قيمة الدالة عند الثمانية اللي تساوي سبعة, هذا is a local maximum, local maximum كبرى محلية بالنظر إلى الانترفال جي من سبعة إلى تسعة مفتوح, but not the absolute maximum, ولكنها ليست كبرى مطلقة. ليه؟ لأنه لو نظرنا الجراف هنا يأخذ قيم أعلى, إذا اقتربنا من جهة الواحد من هنا بياخذ قيم اعلى, هنا يقترب حتى من حدود الثمانية. طيب because f takes on larger values near one, لانه f تاخذ قيم اكبر بالقرب من العدد واحد. هذه قيمه الداله عن ثمانية اللي تساوي سبعة local maximum فقط كبرى محليه بالنظر للفتره جاي, لكنها ليست absolute maximum لانه في قيم اعلى منها هنا الان أعلى منه. طيب خلينا نشوف example 1, مثال أول. The graph
the graph of the function f of x تساوي 3x اس 4 ناقص 16 x تكعيب زائد 18 x تربيع. x محصورة بين سالب 1 أكبر من يساوي سالب 1 أقل من يساوي 4. الرسم البياني في الرسمة رقم 4 أمامك اللي باللون الأحمر. You can see that f of 1 تساوي 5. ممكن ملاحظة أنه قيمة الدالة عند الواحد تساوي 5. زي ما أنت ملاحظة الآن قيمة الدالة عند الواحد تساوي 5. is a local maximum. هي كبرى محلية. كبرى محلية. ما نقدر نقول عنها absolute maximum. لأنه في أكبر منها. أكبر منها هذا القيمة. من سالب 1. قيمة الدالة عند سالب 1 تساوي 37. Whereas في حين إنه the absolute maximum الكبرى المطلقة هي قيمة الدالة عند سالب واحد f سالب واحد تساوي 37. هذه أكبر قيمة ممكنة للدالة. إذا قيمة الدالة عند سالب واحد تساوي 37 هذه absolute maximum. هذه القيمة لا يمكن نعتبرها local maximum. This absolute maximum is not a local maximum. ليست كبرى محلية. ليه؟ لأنها it occurs at end point. لأنها واقعة على طرف الفترة. ما احنا قلنا طرف الفترة طرفي الفترة من سالب واحد إلى أربعة. فوقعت عند سالب واحد طرف الفترة. مدام عند طرف الفترة لا يمكن أن تكون ما يمكن اعتبرها local maximum. لأنه حتى تكون local maximum لازم نعتبر open interval تحتوي سالب واحد وهذه طرف الفترة. لا ما في ممكن أن نعتبر أي عدد أكبر أقل من سالب واحد. إذن اللوكال ماكسيمم واللوكال مينيمم لا يمكن ان تكون عند طرفي الفتره. لا يمكن ان تكون عند حد الرسم البياني، عند طرف الرسم او عند طرفي الفتره. حدي الفتره. طيب هذه اذا قيمه الداله اف اف سالب 1 اف سالب 1 تساوي 37 هذه ابسوليوت ماكسيمم. قيمه كبرى مطلقه. اولسو ايضا اف 0 تساوي 0 قيمه الداله عند الصفر تساوي 0 از لوكال مينيمم. local minimum يعني صغرى محلية. هل هي صغرى مطلقة؟ الجواب لا، في أصغر منها اللي هي قيمة الدالة f3 تساوي سالب 27. قيمة الدالة عند 3 تساوي سالب 27 is both معا a local and an absolute minimum. هي local وفي نفس الوقت absolute minimum، أصغر قيمة مطلقة. لذلك absolute minimum صغرى مطلقة. إذا أقل قيمة ممكنة عندنا قيمة الدالة عند 3 تساوي 27، إذا هي absolute minimum. أكبر قيمة عندنا قيمة الدالة عند سالب 1 تساوي 37، هذه absolute maximum. هذه absolute maximum ليست local maximum. بينما قيمة الدالة عند 3 absolute minimum هي أيضا local minimum لأنه ليست عند طرف الفترة. عند العدد 4 note that f has neither a local nor an absolute maximum at x equal 4. ليست absolute maximum لانه قيمة الدالة على سالب 1 اعلى منها اكبر منها. وليست local لانه لا يمكن تكون local. ليه؟ لانه على طرف الفترة. على طرف الفترة. هذا الان يميز اللوكال والماكسيمم. طيب بعض الدوال لديها تأخذ قيم كبرى مطلقة ومحلية عدد لا نهائي من المرات. ما هو فقط مرة واحدة يعني زي الآن مثال رقم واحد الدالة لها قيمة واحدة مطلقة كبرى مطلقة وصغرى مطلقة. طيب وعدد من القيم الصغرى المحلية والكبرى المحلية. بينما على سبيل المثال لو تأملنا رسمة الكوزاين شفنا example 2 على سبيل المثال the function تساوي cosine x takes on its local and absolute maximum value of 1 infinitely many times. أقصى قيمة تأخذها الكوزاين عندنا كما هو معروف موجب واحد. موجب واحد ممكن نعتبرها local وفي نفس الوقت absolute maximum لأنها أكبر قيمة ممكنة الواحد. وهي local ليه؟ لأنه ممكن لأنه متصل الدالة يمين ويسار يعني.
فعلى سبيل المثال عندي صفر ممكن ناخذ اوبن انترفال تحتوي صفر، بالتالي نعتبرها لوكال، فهي ابسوليوت ماكسيمم ولوكال في نفس الوقت. وبالمثل اقل قيمه تاخذها الكوزاين سالب واحد، في سالب واحد مثلا قيمه الداله عند الباي على سبيل المثال سالب واحد لوكال وابسوليوت مينيمم. Critical numbers and the closed interval method. Critical numbers الأعداد الحرجة critical حرجة and the closed interval method method طريقة closed interval الفترة المغلقة طريقة الفترة المغلقة. ما هي الأعداد الحرجة؟ ما هو العدد الحرج؟ ما هو تعريف العدد الحرج؟ Definition 6. A critical number of a function f is a number c in the domain of f. العدد الحرج لدالة f هو العدد c في مجال الدالة f such that بحيث انه either f dash of c equals 0 or f dash of c does not exist. هو العدد في مجال الدالة f الذي عنده المشتقة الأولى إما المشتقة الأولى تساوي صفر أو المشتقة الأولى غير موجودة. إذن هو عدد في مجال الدالة بحيث يكون إما المشتقة الأولى عنده صفر أو المشتقة الأولى غير موجودة does not exist. هذا تعريف العدد الحرج. طيب عندي القاعدة هذه if f has a local maximum or minimum at c، إذا كانت الدالة f لديها كبرى محلية أو صغرى محلية عند عدد c then c is a critical number of f. فالعدد c عندئذ حيكون عدد حرج للدالة f، عدد حرج للدالة f. طيب ننتقل الآن to the closed interval method، طريقة الفترة المغلقة. إيش طريقة الفترة المغلقة؟ To find the absolute maximum and minimum values of a continuous function f on a closed interval AB، لإيجاد القيم الكبرى المطلقة والصغرى المطلقة لدالة متصلة continuous function on a closed interval على فترة مغلقة AB، نتبع الخطوات التالية. الخطوة الأولى find the values of f at the critical numbers of f in AB، أوجد قيم الدالة f عند الأعداد الحرجة للدالة f داخل الفترة المفتوحة AB. إذا أول شيء نوجد الأعداد الحرجة، ثم بعد كذا نوجد قيم الدالة عند هذه الأعداد الحرجة. الخطوة اثنين find the values of f at the end points of the interval، نوجد قيمة الدالة عند طرفي الفترة، طرف الفترة الأدنى وطرف الفترة الأعلى عند الـ A وعند الـ B. رقم ثلاثة the largest of the values from steps 1 and 2، أكبر قيمة من الخطوة واحد والخطوة اثنين is the absolute maximum value، هي حتكون القيمة الكبرى المطلقة and the smallest of these values، والقيمة الصغرى is the absolute minimum value، هي القيمة الصغرى المطلقة. نشوف تطبيق على هذه الطريقة. Example 8 find the absolute maximum and minimum values of the function، أوجد القيم الكبرى المطلقة والصغرى المطلقة للدالة f f of x تساوي x تكعيب ناقص 3 x تربيع زائد 1 حينما x تكون محصورة أكبر من يساوي سالب نص وأقل من أو يساوي 4 داخل الفترة المغلقة من سالب نص إلى 4. طيب نتبع الخطوات. الخطوة الأولى نوجد الأعداد الحرجة ثم نوجد قيمة الدالة عند هذه الأعداد الحرجة. تونا شفنا تعريف العدد الحرج، هو العدد الذي تكون عنده المشتقة الأولى صفر أو المشتقة الأولى غير موجودة. إذن لازم نشتق الدالة، نشتق الدالة ونشوف الأعداد التي على المشتقة الأولى تساوي صفر أو المشتقة غير موجودة. طيب طبعا الدالة كثيرة حدود، فهي متصلة على مجالها، مجالها R، بالتالي حتكون متصلة على الفترة المغلقة، هذا جزء من الـ R من سالب نص إلى 4، وبالتالي نستطيع we can use the closed interval method، طريقة الفترة المغلقة. طيب تم إيجاد الأعداد الحرجة في المثال 7A، في المثال رقم 7 نفس الدالة بالضبط في الفقرة A، هنا كان أوجد الأعداد الحرجة للدالة نفسها x تكعيب ناقص 3x تربيع زائد 1،
ايش عمل؟ اشتق الدال مشتقة الدالة F X تكعيب مشتقتها 3 X تربيع ناقص 3 X تربيع مشتقتها 6 X. بعد كذا أخذ 3 X عامل مشترك، تبقى لنا من الحد الأول X ومن الثاني سالب 2. إذن هذه هي المشتقة الأولى. هل عندي أعداد تجعل المشتقة الأولى غير موجودة؟ ما في. إذن المشتقة F داش F X exists for all X، موجودة لكل الأعداد X لأنها كثيرة حدود. The only critical numbers of F occur when F dash of X is equal to zero. الأعداد الحرجة فقط تكون موجودة حينما تكون المشتقة تساوي صفر. يعني خذ المشتقة الأولى وساوها بالصفر، يعني حتصبح عندي 3X مضروبة في X سالب 2 تساوي صفر. مقدارين ضربهم يساوي صفر، إما الأول فيهم اللي هو 3X يساوي صفر يعني X تساوي صفر، أو الثاني اللي هو X سالب 2 يساوي صفر يعني X تساوي 2. إذن عندي عددين حرجين، العدد صفر والعدد 2. إذن الأعداد الحرجة هي هما العددان صفر واثنين. يقعون داخل الفترة؟ نعم يقعون داخل الفترة من سالب نص إلى أربعة. وبالتالي بعد ما وجدت الأعداد الحرجة أوجد قيمة الدالة F عند هذين العددين الحرجين. أحسب قيمة الدالة عند الصفر، شيل الاكس وضع صفر واحسب، فقيمة الدالة طلع لنا واحد، قيمة الدالة عند العدد الحرج الحرج صفر تساوي واحد، وقيمة الدالة عند العدد الحرج اثنين تساوي شيل الاكس وضع اثنين حيطلع لنا سالب ثلاثة. إذا انتهينا الخطوة الأولى، أوجدنا قيمة الدالة عند العدد الحرج. الخطوة الثانية نوجد قيمة الدالة عند طرفي الفترة، يعني نوجد قيمة الدالة عند سالب نص وقيمة الدالة عند الأربعة. قيمة الدالة عند سالب نص قيمتها ثمن، وقيمة الدالة عند الأربعة 17. انتهينا من الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة نقارن الآن بين القيم اللي طلعت. أكبر قيمة حتكون هي absolute maximum value، وأصغر قيمة حتكون absolute minimum value. إيش أكبر قيمة ظهرت؟ أكبر قيمة ظهرت قيمة الدالة عند الأربعة 17 عند end point طبعا طرف الفترة. هذه حتكون absolute maximum value، القيمة الكبرى المطلقة. وأصغر قيمة ظهرت قيمة الدالة عند العدد الحرج 2 F2 تساوي سالب 3. إذن هذه absolute minimum value، هي القيمة الصغرى المطلقة. إذن absolute maximum value is 4 تساوي 17، والabsolute minimum value is F2 تساوي سالب 3. وهذه الرسمة أمامك، قيمة الدالة عند الاثنين تساوي سالب 3، هذه الابسوليوت مينيمم القيمة الصغرى المطلقة، بينما قيمة الدالة عند الأربعة 17 هي الابسوليوت ماكسيمم، هي القيمة الكبرى المطلقة. طيب كذا يكون انتهى هذا الدرس.